عرايس الحلوين الطعمين الجمال المقطعتين، عملت لك يا قلبي النهارده السكراب اللي انت طلبتي مني او المؤشر اللي انت طلبتي مني علشان خاطر فرحك قرب. كل واحده طلبت مني، انا من عيني وما نسيتكوش وقلت لكم الدنيا يومين وهعمله لكم. عملت لكم باسهل طريقه واجمل طريقه ان شاء الله هتشوفيها وتتعلميها وتعمليها عشان تلحقي تنوري وتبقي قمر وفله وورده منوره كده باذن الله في فرحك. والف الف مبروك، ربنا يتمم لكم يا رب على خير باذن الله. خليكي مع الاخر فيديو عشان نعرف الطريقه السهله. ولو انت جديده عندي منوراني دلوقتي اعملي سبسكرايب واعملي لايك وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد باذن الله. ويلا نروح نشوف الطريقه. عايزاكي تعملي المكونات في كوبايه مقاس واحد، يعني هتحطي المكونات في 3 كوبايات مقاس واحد. عندي كوبايه سكر، سكر عادي يا بنات، سكر خشن عادي، وعندي ربع كوبايه زيت جوز الهند، وعندي كوبايه لربع صابون مبشور. عندك زيت جوز الهند ماشي، عندك زيت لوز، عندك سوري زيت زيتون ماشي، عندك زيت ورد ماشي، اي زيت. طبعا حطينا كوبايه لربع صابون الاول مبشور، دي صابونه طبعا جليسرين انا عاملاها بيها، مش عاملاها بصابونه تانيه، عاملاها بجليسرين. انا عندي طبعا زي ما انت شايفه جوز الهند ماسك سنه او جامد شويه، هحاول ان انا اعمل له حمام مريم عشان يفك مع الصابون الاول. الحاجات كلها سهله جدا وهتعمليها بمنتهى السهوله وهتلاقي نتيجه تبهرك جدا يا روح قلبي. طبعا يا بنات الصابون الجليسرين بتساعد في تقليل التهابات الجلد والاكزيما والجفاف والصدفيه وحب الشباب، لانها مكوناتها كلها طبيعيه وبتعتبر الصابونه الجليسرين غير دهنيه خالص، وشايفه انها اختيار جيد جدا لكل بشره. زي ما انت شايفه يا قلبي انا دلوقتي عملت حمام مريم او عملت حمام مائي عشان الصابون والزيت جوز الهند يفك شويه. هي بالظبط 10 ثواني كده او 5 دقايق بالكتير قوي لو ما فكش منك بسهوله. لما تيجي تبشري الصابون ابشريه باضيق ناحيه عشان يفك معاكي بسرعه في اي حاجه. طبعا هنا قعدته 5 دقايق في الميه السخنه زي ما انت شايفه في الحمام الميه السخنه، فك طبعا يا قلبي كده زي ما انت شايفه. هبتدي احط عليه كوبايه السكر، طبعا هقلب المكونات كويس جدا، هتبقى عامله زي الرمله المبلوله كده، عارفه زي ما تكوني قاعده على البحر كده في المصيف، الرمله لما تكوني طالعه برجلك كده مبلوله رمله كده بتبقى مبلوله شويه بس مش نفس الوقت مش سايبه، يعني انت اكيد فاهمه قصدي من المنظر اللي انت شايفاه او من الشكل اللي انت شايفاه. هقلبه حلو يا قلبي كده. طبعا يا بنات جوز الهند بيعالج طبعا حروق الشمس ومضاد الاكسده ومضاد الميكروبات والفطريات، ومرطب قوي جدا وبيخفف حروق تعرض الشمس، ومرطب قوي جدا جدا جدا. قلبنا المكونات زي ما انت شايفه يا حبيبتي كده مع بعض. طبعا عملنا الاول الصابون بجوز الهند وبعد كده لما ساح مع بعضه حطينا عليه كوبايه السكر. انا عندي هنا هزود ايه، معلقه قشر برتقان. طبعا اللي متابعيني عارفين ان انا باخد البرتقان باخد القشر بتاعه كل شتاء وبعمله بنشفه وبعمله قشر برتقان، يعني بحوشه كده بخليه قشر برتقان عندي، بعمله في بطرمان مقفول نظيف ومتجفف كويس، بحطه في التلاجة او بحطه بره بيبقى جميل بيفضل معايا فتره كبيره. حطيت معلقه قشر برتقان، مش قادره اقول لك على ريحه، والسكراب بتاعه طبعا تحفه. طبعا يا بنات القشر البرتقان منظم لافرازات الدهون وبيوازن البشره الدهنيه المعرضه طبعا لحب الشباب زي ما احنا كنا عارفين، بينعم البشره جدا. هاخد كمان معلقه زيت او برفان او الزيت عطري بتاع البرتقان زي ما انت شايفه، معلقه كبيره، مش قادره اقول لك على ريحه بجد، يا ريتكم كنتوا معايا تشموا ريحه جميله. طبعا يا بنات زي ما قلت منظم طبعا لافرازات الدهون وبيوازن البشره الدهنيه المعرضه طبعا لحب الشباب، وبينعم البشره جدا بيخليها زي بشره البيبي وبيفتحها وبيشد الجلد وبيحسن انتاج الكولاجين الطبيعي في البشره. بصي الملمس عامل ازاي، اما تيجي تفركيه على جسمك هتحس انه بيطلع كل الوسخات اللي في الجسم او اي حاجه متعلقه في الجسم. طبعا زي ما قلت القشر البرتقال طبعا بيحسن انتاج الكولاجين، طبعا غني بفيتامين سي، وطبعا بيصلح الجلد، وغني غني طبعا بالكالسيوم اللي بيحد طبعا من خلايا الجلد وبيجددها، طبعا بيجدد خلايا البشره وبيعطي البشره اشراقه وجمال ونضاره وبيفتح البشره جدا. هجيب طبعا قوالب سيليكون عندك او لو قوالب التلج عندك، او لو عايزه تحطيه كده في بطرمان عادي ما فيش مشاكل وتاخدي منه بايدك ما فيش اي مشاكل. طبعا جبت القوالب السيليكون دي عشان اشكلها لكم. عايزه اقول طبعا يا بنات كمان على السكر، السكر بيزيل الجلد الميت وبيجدد خلايا البشره وبينعم الجلد وبيزيل الاوساخ العالقه طبعا على البشره، ومكافح لعلامات الشيخوخه لانه بيشد الجلد وبيفرد الجلد،
وكمان بيحافظ على على توازن الزيوت اللي في البشرة، وبينظف البشرة جدا من الجذور الحرة، يعني من البصيلات نفسها، بينظف البشرة جدا، مضاد للأكسدة، وبيفتح البشرة جدا، ومقشر قوي جدا طبيعي، وبيدي البشرة النضارة المطلوبة والإشراقة المطلوبة، وبيخفف من علامات الندوب اللي في البشرة، وبيحسن مظهر البشرة، ومضاد للأكسدة. فالسكر أصلا يجنن في السكرابات، طبعا كلنا عارفين. عايزة تزودي الكمية يا قلبي، أديكي شايفة المقادير، زودي الكمية، ضعفي مع 2 كوباية سكر مثلا، عليهم مثلا 1/2 كوباية زيت جوز الهند، بس خليكي سيحيه، لان هو تقريبا كتلة زيادة شوية عندي، عشان هو مكتل شوية، كان تقيل يعني. خلي زيت جوز الهند خفيف قوي معاكي، يعني 1/4 كوب، قولي 2 معلقتين كبار. طبعا انا هنا حطيت هنا في ثلاثة في ثلاثة ثلاثة من القوالب السيليكون، 3 عيون. قلت العين الرابعة دي احط عليها اللي هو الموارد اللي انا بعمله لكم ده، قلت اخليها محمرة شوية عشان يدي برضو، يدي لجسمي لما اجي اعمله على جسمي طبعا سكراب، يديني الشكل الوردي ده، فقلت اعمل واحدة كده، والتلاتة يبقوا بالبرتقان عادي، وده برضو بالبرتقان بس عليه اللي هي اللي هو الموارد. طبعا زودت حبة كمان عشان لقيته خفيف، طبعا هقلب حلو قوي. لو انت حابة طبعا دي اختياري، لو انت عاوزة، مش عاوزة خلاص. ممكن يا بنات اللي ما عندهاش قشر برتقان، ممكن يا حبيبتي تحطي شوفان عادي جدا، الشوفان ممكن تحطيه مع الصابون ومع جوز الهند او زيت او زيت زيتون او اي زيت عندك. مش عايزاكي تأزمي نفسك، من اول ما طلعت لكم واتعرفت عليكم بقول لكم مش عايزاكي تأزمي نفسك، اللي عندك موجود اعملي بيه، ما تروحيش تشتري مخصوص. عندك زيت زيتون اعملي بيه بدل جوز الهند، عندك زيت ورد اعملي بيه، ما فيش اي مشكلة، انا بس عشان الترتيب. عندك زيت لوز حطي 2 كبار زيت لوز. عايزه اقول لك ان المؤشر ده او السكراب ده هيخلي جسمك يجنن. عايزاكي تعملي على الاقل كل يعني في الاسبوع اعملي مثلا 2 مرات. الطريقه طبعا هتبقي في الحمام، طبعا بتاخدي الشاور بتاعك بعد ما تغسلي جسمك كويس، امسكي واحده من دول، او لو انت حاطه في البطرمان امسكي حبه في ايدك، ادعكي بيهم جسمك كله او الحتت اللي فيها الغمقان، ادعكي جامد فيها بحركات دائريه. طبعا يا بونبونيه، انا طبعا جبته من الفريزر، حسبته في الفريزر حوالي ساعة علشان خاطر يتشكل، بعمل زي كحك العيد اهو. ان شاء الله يعجبك يا قلبي، وان شاء الله تلاقي نتيجة منه جميلة. اعمليه 3 مرات في الاسبوع، عشان طبعا قربت تتجوزي، ربنا يا رب يتم لكم على خير كلكم، ان شاء الله هيعجبكم باذن الله وتلاقوا نتيجة جميلة. حطي اي زيت عطري اللي انت عايزاه، زيت برتقان، زيت ورد، زيت برفيم، اي زيت انت عايزاه، زيت مشمش، اي زيت انت عايزاه، في زيوت عطريه كتير قوي هتلاقيها عند العطار، اختاري اللي يعجبك، او اي زيت عطري من اي حد بتاع برفانات، حطي منه 2 سنتي او 3 سنتي زي ما انت عاوزه، وان شاء الله هتلاقي نتيجه منه تعجبك جدا. لو عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوش تعملوا اللايك بتاعكم الجميل، وتعملوا سبسكرايب لو انت جديده عندي، تنوريني ويسعدني جدا وجودك يا حبيبتي. ان شاء الله تلاقي كل اللي تحتاجيه، واي حد عايز اي سؤال يكتب لي بس في الكومنتات وانا عنايه.